أحكم الجيش السوري سيطرته على مجموعة من التلال في محيط جبل القطار بريف تدمر بعد القضاء على آخر تجمعات تنظيم داعش المدرج على لائحة الإرهاب الدولية فيها. ووفق مصدر عسكري، نفذت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة عمليات مكثفة ضد مسلحي داعش في محيط مدينة تدمر، فرضت خلالها السيطرة على مجموعة من التلال في محيط جبل القطار شمال شرقي المدينة بنحو 25 كيلومتر. وأسفرت عملية السيطرة عن القضاء على العديد من مسلحي التنظيم وتدمير أسلحتهم وعتادهم الحربي. وعملت وحدات الهندسة في الجيش السوري على تفكيك العبوات الناسفة والألغام المزروعة في التلال. هذا وفرضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة سيطرتها الكاملة على سد أبو قلي شمال غربي المحطة الرابعة لنقل النفط بريف تدمر بعد القضاء على العشرات من مسلحي داعش. وأحبطت هجوما لتنظيم جبهة النصرة على مساكن العاملين في محطة الزارة الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية بريف حمال الجنوبي. إلى ذلك خرجت 45 حافلة تقل 3000 من أهالي بلدتي الفوعة وكفرية المحاصرتين في ريف إدلب الشمالي مقابل خروج 11 حافلة من الزبداني وسرقاية والجبل الشرقي تقل نحو 500 مسلح مع عائلاتهم من المنطقة، بعدما فضل نحو 300 مسلح البقاء وتسوية أوضاعهم. وكان من المقرر خروج 800 شخص من الزبداني وسرقاية والجبل الشرقي في ريف دمشق، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق الفوعة كفرية وزبداني مضايا بين السلطات السورية والمجموعات المسلحة. وقد عمد مسلحو الفصائل المسلحة قبل خروجهم من مربع الزبداني في ريف دمشق إلى إحراق مقارهم وتفجير بعض الذخائر.